أقفلت مشاهد الدبابات العراقية المدمرة عام 1991 عصر العقيدة العسكرية للدبابات معلنة افتتاح عهد التفوق الجوي. فكيف بدأ عصر الدبابات وكيف انقضى؟ لأكثر من قرن كان هدير الدبابات وصرير جنازيرها يثير الخوف في قلوب الجنود والمدنيين على السواء، منذ أول استخدام بريطاني لها في حقول السوم الموحلة وحتى معارك الجبهة الشرقية في الحرب العالمية الثانية، ومن كوريا إلى فيتنام وأفغانستان والحرب الهندية الباكستانية وحرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل. شكلت هذه الوحوش الحديدية العمود الفقري للقوات البرية وعنواناً للتفوق العسكري. الفكرة بدأت بالعربات المدرعة للحثيين والمصريين قبل 4000 عام، وحاول ليوناردو دافنشي تطويرها في رسوماته، كما حاول الجنرال التشيكي جان جيشكا صناعة نموذج لها في القرن 15. وعام 1903 ابتكر اتش جي ويلز مركبة ميكانيكية مدرعة يمكنها اجتياح الخنادق، وبحلول عام 1917 حققت نجاحاً كبيراً في معركة كامبري. أنتجت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة نسخها الخاصة، وسجت ألمانيا بدبابتها الأولى A7V إلى ساحات الحرب العالمية الأولى، وشهدت سنوات ما بين الحربين العالميتين تطوراً هائلاً للدبابات، فأضاف السوفييت إسهاماتهم. عام 1939 أذهل الجنرال الألماني هاينز غودريان العالم بتكتيكاته العسكرية التي اتكأت على عقيدة حرب الدبابات، فاجتاح فرنسا ووصل إلى سواحل الأطلسي في أقل من 3 أسابيع، واكتسح إروين روميل بدباباته سواحل شمال إفريقيا إلى أن أوقفه مونتجمري في العلمين. ولم تنتهي الحرب العالمية الثانية قبل أن تشهد سهول ألمانيا أكبر معارك الدبابات في التاريخ، حيث اقتحم الجنرال جوكوف بدباباته السوفيتية T-34 آخر قلاع هتلر ليهدم وكر النازية في برلين. بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أجيال من الدبابات فزودت بأجهزة بصرية ليلية وتم تحسين تدريعها، ثم زودت بأنظمة توجيه ومجموعة من التقنيات المتقدمة. ولكن بعد التطور التقني الكبير في سلاح الجو ومضادات الدروع الفردية فقدت الدبابات أثرها الحاسم في الحرب، فمنذ عام 1991 لم تحسم الدبابات معركة، ولعل ما نشهده في أوكرانيا وغزة وسوريا دليل على انقضاء العقيدة العسكرية للدبابات وافتتاح عهد الصواريخ والمسيرات وأسلحة الذكاء الاصطناعي.